من بغداد أحييكم مشاهدي التغيير. هذه المرة أدخل إلى عرين الأسود، وعندما تدخل هذا المكان تجد فتية آمنوا بربهم وآمنوا بوطنهم ورسموا لوحات للرجولة وللصبر وللشهامة وللحب لوطن سلبه المارقون، في رسالة لا تستطيع أن تعطيها حقها في الوصف إلا ما عندما تكون مع هؤلاء الرجال لتتعلم منهم الصبر، وكيف لا وهم الذي ذاق الصبر بصبرهم ذرعا، وجوها يبدو أنها كثر عليها الزمن والانتظار ولكنها متفائلة، تلمس في عيونهم فرحة نصر قادم، وهم يعطون دلالات لزمن قادم أكثر تفاؤلا وأكثر إشراقا. عندما تقف مع هؤلاء الرجال أو تجتمع معهم تجد أنهم مصرون على أن دماء الشهداء التي أهدرها الطغاة والمارقون والقتلة لن تضيع سدى. في عيونهم هذه الصرخات، وفي حناجرهم وطنا يحتاجونه، وطنا بمستوى العراق، وطنا لا يحكمه فاسد ولا يوفر له حل طاغية. ذاقوا ذرعا بحكم العائلات، هم اليوم يطربون على أصوات الرصاص، هم في أحد. عندما اختار هؤلاء الرجال أن يكون هذا المطعم جبل أحد فهو نذير خيرا لشباب عرفوا أين يتجهون وأين طريقهم وماذا يريدون. عندما قرروا أن يكون جبل أحد اسما فإنهم أعلنوا من هم وما هو ولاءهم وما هو عمقهم. ولذلك كنا نتمنى أن بهذا الاسم وبهذه الرسالة أن يفهم الذين كانوا يعتمدون على الأجنبي وعلى الأجندات الخارجية أن يفهموا ماذا يريد هؤلاء الشباب عندما انطلقوا في معركتهم. هذه من صدر الرسالة الأولى ومن المعارك التي خاضها المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان الظلم يسود الأرض، والله سبحانه وتعالى أرسل نبيه إلى الأرض ليملأها عدلا، وهم اليوم يحاولون أن يملأوا هذا البلد عدلا بعد أن ضاق به الظلم وبعد أن حكمه تترا مغولا لا يفقهون من العلم ومن القول شيئا. مشاهدي الكرام، شرف آخر نحظى به من بغداد ومن ساحة التحرير ومن جبل أحد، ونحن نخاطب الثوار المنتفضون الأحرار عيون العراق.